هو الحمد لله مدينة تمارا كتعرف واحد الأوراش كبرى انطلاقة ديالها بطبيعة الحال، وهذا مسألة كنفتخروا بها كممثل ديال الساكنة، والساكنة ديال المدينة كلها غتستافد منهم، على رأسهم شارع أمينة بنت وهب اللي حنا متواجدين به الآن، اللي تقريبا فيه جوج ديال الأشطر. الشطر الأول اللي حنا متواجدين فيه اللي غتكون العرض ديالو 30 متر اللي غيمتد حتى الإقامة ديال ما شاء الله، وكاين الشطر الثاني عاوتاني من الإقامة ديال ما شاء الله حتى لشارع محمد السادس اللي غتكون العرض ديالو 20 متر. هذه مناسبة تنشكروا فيها السيد الوالي لأنه لعب دور كبير مع الشركة ديال العمران أنها تكلفنا بهذا الشارع، لأن كلف واحد الميزانية كبيرة تقريبا، وربحته الجماعة، كان ربح لا للجماعة ولا للساكنة، لا من حيث الشساعة ديالو، لا من حيث التهيئة ديالو، لا من حيث إعادة الإنارة ديالو، المارشي ديال الإنارة ديالو غادي يتفتح يوم 16 يناير من السنة المقبلة إن شاء الله. هذه واحد النقطة وواحد المكسب مهم لحي الوفاق ولساكنة مدينة تمارا ككل. هذه من جهة، من جهة أخرى بالأمس كان واحد الاجتماع ديال واحد اللجنه والخروج ديالها لعين المكان اللي كان تيترأسها السيد الباشا، خرجت لشارع الحسن الثاني، غتبدا الاشغال ديالو قريبا ان شاء الله من الدخله ديال مدينه تمارا حتى للخرجه، يعني غتكون التهيئه ديال شارع الحسن الثاني باش يكون في واحد الحله اللي كتليق بمدينه ديال تمارا اللي هي امتداد ديال العاصمه. هذا واحد الاوراش كبرى اللي كتعرفها الجماعه ديال تمارا، كتخلينا فخورين كممثلي الساكنه وكسكان ديال مدينه تمارا، وطبيعة الحال ما علينا الا نصفقوا لها. ومناسبة كنشيدوا دائما بالدور الكبير اللي كتلعبوا السلطات ولا الشركة ديال التنمية ولا المنتخبين من جانبهم ولا جميع المصالح المعنية، لأن الحمد لله مدينة تمارا هاد الأوراش أول مرة كتعرفهم بهذا الحجم هذا، بهذه الطريقة هذا، بهذه المبالغ الضخمة، مجموعة من الشوارع كبرى تفتحات، مجموعة من الشوارع اللي غتعرف التهيئة ديالها والإعادة ديال التزفيت ديالها. وهذه مناسبة كنوجه النداء ديالي للإخوان ديالي بالخصوص المنتخبين هنا، فين كنا تنقول لهم أن التخصص ميزانية والميزانية ديال الجماعة يتخصص منها واحد القسط كبير للتنمية ديال المدينة، لأن ما يمكنش الميزانية نعتمدوا نوجهها لواحد الوجهة أخرى اللي ما غتعودش بالتنمية على الساكنة. اللي بالدرجه الاولى اللي تهمنا هما الطرقات، الاناره، اعاده تهيئه المدينه، التنميه ديالها، لان امتداد ديال العاصمه ديال الرباط كذلك مناسبه كنشيد فيها بالدور ديال السلطات خصوصا السيد الوالي والشركه ديال التنميه في انجاز الملاعب ديال القرب اللي كانت عندنا في اهل الحارت بجانب سوق اهل الحارت. وهذه مناسبه واحد الفكره اللي كانت انا احبذها وادعو الى تعميمها على باقي الجمعيات، هو ان الملاعب ديال اهل الحارت تعطات لجمعيه رجاء تمارا لكره القدم. هذه مناسبه كنتمنى ان جميع الملاعب الرياضيه تعمم لباقي الجمعيات، لان هي اللي غتقوم بها وهي اللي غتصونها، وغنمنعوا الطريق على اي جهه اللي باغا تستغل هذا المجال. هذا المجال ديال الرياضه وديال الملاعب خصوصا هو ملك الساكنه، ملك الجمعيات، خاص الكل يستافد منه طريقة، يعني هذه الطريقه اللي غتكون مرضيه للجميع، وغادي يستافدوا منها الوليدات ديالنا والشباب ديالنا والمدينه ديالنا كلش. كاين مجموعه ديال الاوراش اخرى اللي باقا جايه في المستقبل. انا كان ديال الرئيس كممثل ديال الساكنه كندير يدي في يد اي مسؤول بغى يخدم المدينه، انا راه الاشاره ديالو، سواء كان السيد الوالي، السيد الكاتب العام، السيد الباشا، قياد المقاطعات الاداريه الموجوده عندنا المدينه، لانهم يشتغلون ليل نهار. هذه صراحه يكون عندنا الشرف اننا نكون معاهم ونشتغلوا معاهم، لان تيخدموا المدينه، تيخدموا الساكنه، والنتيجه هي اللي كتهمنا، هو ان النفع غادي يجنوه السكان. حنا بغينا الساكنه تكون راضيه. هذا واحد الشارع اللي هو مكسب، شارع امينه بنت وهب، كان خالق لنا مشكل، كنت نقطه سوداء في حي الوفاق. الان الحمد لله غادي يولي واحد الشارع في المستوى، انا متاكد بان الساكنه ديال هذا الشارع غادي يفتخروا به، والساكنه ديال تمارا. وهذه المناسبه كنشكر حتى الساكنه لانهم تفهموا وتساعدوا وتواصلوا، حتى التواصل ديال السلطات معاهم، يعني حتى الناس اللي دخلوا عندهم ريبوا لهم الاسوار، غتكلف الشركه ديال العمران باعاده البناء، واللي دخلوا له في واحد الطرف كبير ديال الارض غادي يتعوض وفق الطرق القانونيه، لان هذه منفعه عامه، دارتها للمكين من اجل المنفعه العامه. وكنشكركم حتى انتم كذلك على التواصل ديالكم ونقل المعلومه للمواطنين، حتى يكون الجميع على علم بما يقع من اوراش داخل الجماعه ديالنا العزيزه تمارا. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.